عندي رز ابيض وزبده وزيت ومشروم وبسله بجزر وبصل اخضر وثلاث معالق صغيرين من صويا صوص وملح وفلفل. تعالوا كده ايه نشتغل واحده واحده فيهم. نبدا كده نسخن الحله اللي احنا هنعمل فيها الرز. تمام. ونبدا ايه، هاخد كده مكعب زبده كده احطه في الحله مع شويه زيت عشان نبدا نشوح كده الحاجات اللي عندنا ونشتغل في الرز. اهو هاخد كده مكعبين كده من الزبده وشويه زيت. وهبدا اول حاجه هجيبها، هجيب المشروم، هشوح كده المشروم، عايزاه يعني يدبل كده شويه معايا. هقوم جايبه المشروم مشوحاه مع الزبده والزيت. انا بحب احط شويه زيت كده مع زبده او يعني مع دهون الرز عشان بحس برضو ان هو بيبقى مفلفل اكتر بصراحه عن ان هو يبقى بالزبده لوحده. اهو كده بالشكل ده بقوم مشوحه المشروم اللي عندي. وهبدا بقى ايه اقرب البسله بالجزر، حابين اي نوع خضار تقدروا ان انتوا تنوعوا برضو في الموضوع ده. اقرب كده البسله والجزر والبصل الاخضر والصويا صوص والرز عندي زي ما قلت لكم، حابين رز مصري حابين رز بسمتي الاثنين هيبقوا زي الفل، على حسب اللي موجود عندكم على حسب كمان انتوا بتحبوا ايه اكتر. اهو هشوح كده المشروم بالشكل ده، هقطعه اي تقطيعه بالشكل اللي انتوا شايفينه واحط بقى معاه شويه بصل اخضر كده بيدي طعم فظيع. اهو شويه بصل اخضر كده مع المشروم وانزل عليه بالبسله والجزر. اهو الشكل ده كده. واشوح بقى كل الخضار ده مع بعض، المشروم مع البسله والجزر مع البصل الاخضر مع الكلام ده كله. هقوم مشوحاه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام. وهبدا بقى ايه احط عليهم الرز الكميه بقى اللي انا حباه. هحط الرز بتاعي اهو، وهبدا بقى احط الملح. خدوا بالكم انا هحط ثلاث معالق من الصويا صوص فشويه هيبقى مملح شويه، ف يعني قللوا معلقه ملح من المقدار اللي انتوا بتحطوه. انا هنا حاطه حوالي كيلو رز فهحط اربع معالق صغيرين. والفلفل الاسود مش هبقى عايزه احط كميه عشان مش ببقى عايزه يغير اللون قوي، فرشه بسيطه بس تديني طعم الفلفل الاسود الحلو ده. وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض بالشكل ده، واحط عليهم ثلاث معالق من الصويا صوص هيديني طعم حلو قوي والرز هيبقى طعمه تحفه ومختلف قوي عن اي رز احنا بنعمله. هحط بقى ثلاث معالق كده من الصويا صوص وادي تقليبه حلوه كده لكل الكلام ده كده مع بعض. وهبدا افلفل واسيبه كده يتفلفل على جنب على نار هاديه بعد ما الميه تغلي. هسيبه بقى يتفلفل كده على نار هاديه لحد ما يظبط معايا. هجيب ميه مغليه. اسماء صباح الفل. اسماء ازيك؟ ايوه ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ صباح الفل. ايوه ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. وحضرتك صباحك زي الفل حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام دايما يا رب دايما يا حبيبتي. اتفضلي حبيبي. الحمد لله تمام، بحب حضرتك جدا يا سيدي. الله يخليكي، تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي، تسلمي والله، وتسلم لي مكالماتكم الحلوه الجميله اللي على الصبح دي والله بجد. ممكن تركت المكرونه بشاميل يا سيدي؟ حاضر، عينيا حبيبتي عينيا. صباحك زي الفل يا اسماء، شكرا يا حبيبتي. كده الرز احنا خلاص خلصناه، هيبدا بصوا بيغلي، الميه خلاص اوريدي كانت مغليه عندي، هقوم حطاه كده بقى ايه اغطيه واحطه على نار هاديه شويه واسيبه لحد ما يتفلفل تماما اهو.